انا باخذ يعني اسئله سريعه، تعطيني بس اشارات سريعه قبل ادخل الرصد. ارقام الصحه والتامين الطبي عندك؟ نعم الصحه. التامين نعم. الطبي كيف وضعنا فيه الحين؟ طبعا الصحه، صحه الاسره من خلال نسبه يعني التغطيه لبرنامج التامين الصحي في 2018 تقريبا 38.6. 38.6 نعم بالاجمالي، اجمالي السكان. السعوديين كم؟ السعوديين حق الرقم غير موجود عندي، لكن السعوديين اعتقد انه يكون اقل من كذا، اقل من 38%. 2017 كان 37.1. طيب خلينا طبعا هي لها مبررات، طبعا لها مبررات. لو تلاحظ موظفين الحكومه انه يعني في الجهات الحكوميه ننتظر يعني التامين. وكلمنا وزير الصحه ووعدنا انه خلال 4-5 سنين ان شاء الله تدخل، الحين راحت سنه منها.